عايز ايه تاني؟ عايز تخلي لون الخلية لونها مثلا اصفر اهي، عايز الكتابة لونها اي حاجة مثلا، يعني خلينا نخلي الخلية مثلا ممكن نخليها سمرة، ونخلي الكتابة مثلا بيضة او حمرة، فاهم؟ الالوان اللي تريحك انت بقى. الدائرة بتاعت الكوبري بتاع دي سميتها ايه كنت فاضي مكان دي. عشان تفضي مكان، بص اختار مثلا كام خلية وكليك شمال وحدد وتدوس ميرج. طب عايز ترجعهم تاني تدوس على ده وتعمل ايه؟ ان ميرج، رجعهم لك تاني. ماشي بس كده؟ لا تعال ندخل ما هو ايه المعادلة الجميلة بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها، واخد بالك؟ عندك خلايا هنا مثلا، ميرج بي ألتيميت بتساوي بي ألتيميت في ايه؟ في ألف، تمام؟ هتساوي ايه؟ هتساوي بوينت 3.5 في ال اف سي يو في الاريا كونكريت، صح؟ زائد بوينت 6.7، تمام؟ في الاف فيلد في الاريا ستيل، صح؟ دوس بره، لو لاحظت هتلاقي دولت مقفولين، دوس بره ارجع دوس فيهم تاني هتلاقيهم ظاهرين معاك اهو. خلي دي يطلع فوق، كبر مثلا شوية، ماشي؟ واخد بالك؟ خلينا نديها لون مثلا احمر، نخلي اللون بتاع الخلية مثلا اي حاجة اهو، واخد بالك؟ خلينا نكتب ال دي التيمت دي كابيتال، تمام؟ تمام يا باشا. طيب انت عندك دي ممكن تفضيها برضو تعمل لها ميرج، وتقوم كاتب هنا نمبر اوف فلور، هي كانت كام دور؟ 5 ادوار، 5 ستورز، شيت كده، ظبط شيت بقى لنفسك بمعرفتك، واخد بالك؟ هتروح جاي دايس هنا اهو، تعمل دي، اديها مثلا لون، او اديها كتابة خليها باللون الاسود مثلا، دي كمان خليها باللون الاسود كده يعني. طيب هتقوم جايب بعد كده عامل ايه؟ طيب عندك نوع برضو، ممكن تاخد دي كده وتقوم قايل لها ميرج، تقوم قايل له ان البي التيمت بيساوي ايه؟ الرياكشن في نمبر اوف ستوريز تمام في 1 و1، تمام؟ 1 و1 ده اهي عشان ايه؟ عشان ضربنا في 1 و1 عشان ناخد وزن العمود معانا في الاعتبار، يعني من الاخر انت لما تضرب الرياكشن في عدد الادوار هيديك البي ألتيميت، انت زودت 10% اللي هي 1.1، انت زودت الواحد من 10 دي ليه؟ على ما انت لو ضربت في 1 هيديك نفس الناتج، فانت بتضرب 1 و1 يعني ايه؟ زودت الناتج 10% عشان تدخل معاك وزن العمود، وصلت؟ تمام. طيب هتروح جاي بعد كده عامل ايه بقى؟ اول حاجه هتحسبها البي الت، صح؟ هتقول له هنا البي الت وحدتها كالطن، صح؟ اول حاجه عشان تبدا تكتب اول داله لازم تعمل يساوي، هتقوم قايل له 1 و1 عدد الادوار كان كام؟ 5 في الرياكشن اللي هو ده، صعبه؟ اقول له انتر، حسبها لك، شايف لما يطلع لك صليبة سودة كده؟ دوس عليها مرتين، خلصت. صعبة؟